مطار البحرين الدولي. وأثناء العمل الاعتيادي تم الاشتباه بأحدى الحقائب ليتم الإبلاغ عنها لتحويل صاحبها إلى المسار الأحمر. وأثناء عملية التفتيش تم ضبط مادة الشرور المخدرة. وفي نفس اليوم تم الاشتباه لمسافر على رحلة أخرى ليتم تحويله إلى المسار الأحمر لإجراءات التفتيش. وأثناء التفتيش الدقيق تم العثور على مادة الشبو المخدرة مخبأة بنفس الطريقة. تم تحويلهم لإتمام الإجراءات القانونية المتبعة.